في فوزي جمال مدرب فريق الكوكب المراكشي اليوم الخميس انطلاق استعدادات فريق الكوكب المراكشي. سي فوزي، اول سؤال اللي سألوه بزاف ديال الناس فمن بعد النهايه ديال الموسم الماضي، من بعد التجديد ديال العقد ديالك، كانت واحد المشروع قدمتيه سي جمال الفريق الاداره ديال الفريق، فنتحدثوا بعجاله على هذا المشروع، نتحدثوا بالنسبه للاستعدادات كيفاش كانت الانطلاقه ديالهم. وا سي سامبل، يعني من بعد واحد ديك لي 3 سيمين كنا باسي في لا فان سيزون اللي كانت 3 سيمين ديفيسيل، يعني عرفوا كلشي الناس باللي جيت في واحد دي سيركونستانس اللي كان النتائج ما كاينينش، وكان اوبليجي خص باش ناخذ واحد الانتصار باش نسل باش يسلك الفريق من النزول. الحمد لله استطعنا، نظن سيتي با، انا كنقول بان في الثلاثه المقابلات ما كانتش نتائج جد جد ايجابيه، يعني كيكون انتصار وهزيمتين، يعني سان بيلون اللي ما كانش مزيان بزاف، ولكن احنا حاولنا ونفينا اناليز في ديك لي 3 سيمين، يعني شفنا بلي ان الفريق يعني هاد لي 3 ديال نزاني عانى مشاكل، يعني كان يفالي فيغ واحد لو بتي شونجمون ابورتي واحد دي سون نوفو في الفرقه. نظن بان لوبجيكتيف كان من هضرنا مع الناس راجونيغ ان تي بو ليكيب، راجونيغ يعني سا فو با دير اونليفي تو لي يعني لي جوار اللي كانوا دي زونسيان، لان كانوا دي جوار اللي كانوا مزيانين، ولكن حنا كنا كنقولوا واخا مزيانين بويسكو كاينين لي ريزولتا بوندون هاد لي 3 زون كانش مزيانين، كان خصنا ابورتي واحد يعني واحد دم جديد، ندخو دم جديد. درنا كيلكو ريكروتمون اللي هما لحد الان كاين 4، ولكن كاين ان شاء الله واحد لي 3 جوار كي فون فينيغ دي افريك ان شاء الله، بلوس ان جوار كي اونطران تيستي، يعني ان شاء الله هم مينيموم غيكونوا واحد لي 8 جوار باش يكون واحد، يعني وسيرتو او نيفو يعني سي دي جون. حاجه اخرى يعني غنحاولوا ما يمكن نركزوا لو طرافاي نتاعنا حتى لي جون، الا شفتوا بان ما بديناش اليوم، بدينا البارح، بدينا بليكيب اسبوار بلوس كيلك جوار كي فيان تيستي، يعني انا قلت بان بور ني با بيرتوربي لو طرافاي نتاع ليكيب بروميير، يعني في لي تيست لي جوار كي سون با تري كونو كيجيو يديروا ان تيست بوندون واحد الان سومين مع ليكيب غزاف اللي هما لي اسبوار، و ميم طو حنا كنحضروا، يعني كنجيو يعني كاع الاداره التقنيه كتجي تحضر للحصه، و ميم طو نونشين ابري ليكيب بروميير، يعني جينا شفنا هاد يعني البارح واليوم الحصه نتاع لي زيسبوار، وغنزيدوا ان شاء الله لمده هاد الاسبوع ان شاء الله نشوفوا لي جوغ، و ميم طو بدينا لو طرافاي نتاعنا. انا قلت باش كنفرق يعني لي جون كي فيان تيستي سيرتو لي جوار اللي ما يعني ما معروفينش كنفتحوا لهم، و ميم طو حتى لي جوار كي ايتي بريتي لي زوتر كي باش نشوفوهم، باش نشوفو ناخذوا يعني تقييم عليهم ونعطيهم حتى هما الفرصه باش ما نقول باش ما يقولوش باللي راه سمحوا فينا، نشوفو فيهم ونشوفو اللي كان اي واحد غنحتاجوه ان شاء الله اون فالي ليسي ان شاء الله ونكونتينا طرافاي معاه. اون ميم طون دابا بدينا العمل ديالنا، راكم شفتوا يا بوكو جون، هادوك لي جون لان خصنا نشتغلوا معاهم، لو بروجي ديالنا سي سامبل، يعني نقدروا نقولوا سي جمال كان المشروع ديالو فتشبيب بدرجه كبيره، التشبيب ديال الفريق. لا ما نظنش تشبيب، يعني كنقول بان ابورتي ان نوفو سون، ولكن اون ميم طون نعتمدوا على اللعابه اللي ديالنا، غنخدموا معاهم اون فا ميم فيغ دي سيونس سبيسيفيك ابارتي ان شاء الله الكاتريام جورني، يعني كاتريام جورني نتاع الكاتريام اونترينمون غنبداو ان ترافاي سبيسيفيك هذوك لي جون اللي عندنا باش بوغ اتخابي لو غوتار نتاع، انا كنقول سي با ان غوتار، يعني بويسكو اللاعب ما بقاش يلعب في الزنقه كاين واحد لو روتار دو فورماسيون، يعني حنا غادي نكومبليتيو ان شاء الله بدي سيونس. شفنا العام اللي فات خدمنا مع لعابه، شفنا دي جون اللي عندنا مزيانين اللي خصهم غير ان بتي بو واحد ان بتي ترافاي ان شاء الله سبيسيفيك باش يقدروا نعتمدوا عليهم كوم اساسيين ان شاء الله. هذا هو سي سا لو بروجي نتاعنا، ولكن ما نساوش بلي عندنا دي جوار كيون يعني كيون اكيير دو ليكسبيريونس، ماشي سون اجي كوم عميمي، سون كور جون، ان شاء الله غنعتمدوا عليهم، حنا محتاجينهم نعتمدوا عليهم، ذهبي عميمي يا بوكو دو جوار كون ا غاردي دي جوار اللي عندهم ايزون ديكسبيريونس اي سون انتوري بار دي جون. وي سي جمال، فلاحظنا كان الابن ديالك نعرفوا الاسم ديالو سامي فجأة دخلنا اليوم كان في تدريب مع الفرقة، سامي حنا تنعرفوا ومن بعد ما تحدثنا معك في الكويت، فلعب في المنتخب البلجيكي ديال الكادي على ما اظن، والان في تجربه او نقولوا اختبار يعني رفقه فريق الكوكب المراكشي، تعطينا عليه نبذه والسن، واخا انه بزاف ديال الناس بيقولوا فوزي جاب ولده، ولكن احنا تعطينا على شنو حضر التداري. دابور ولدي ما راهش في اختبار، ولدي راه يباس دي فاكونس سيسي، يعني بويسكو راه هنا يبروفيت يسونترين معايا، ولكن ما راهش في اختبار، هو راه جاي غير يباس دي فاكونس، عنده واحد 10 جور دو روبو لان يغوبخين هما لي زونترينمون. ولكن سي جمال، لكن
ولكن كويري ماشي بالضروره غير ولد المدرب، لا علاش المدرب، ولكن الا كان كويري وبغاتو الفرقه ما يفينيش. سي تري ديفيسيل. دابا هو اللي ديجا انجاجي دون زين ايكيب دو بروميير ديفيزيون، كيلعب مع اون ريزيرف نتاع اون ايكيب دو بروميير ديفيزيون موكرون، كيلعب معها، وكاين حتى الابن ديالي الصغير اللي هو كيلعب حتى هو، راه شفتوه حتى هو في لونزونترينمون سونترين تو سول، ادريس نسيم اللي كيلعب حتى هو في الاو 16 مع ديزيكيب ديزيليت، جاو يباس دي فاكونس عندهم واحد 10 جور هنايا، اي فون سونتريني، فا بروفيتي من لي سيونس دو زونترينمون، عنده 19 ans كيدخل يسونتري مع ليكيب بروميير، سي جوست بوندون واحد 10 جور ان شاء الله سي تو، هو اللي اون بون يعني اون كونجي، ولكن اون ميم طون بويسكو با سونترين يسونترين، ما كاينش يا با دروبو، يا كان دار واحد لو روبو في بلجيكا، دابا عنده يل روبرون لي زونترينمون، يفا روبروند معنا بويسكو حنا اون ابخي تو دوسمون، يعني واخا هاد النهار كانت الحصه طويله يعني تو دوسمون، مازال ان شاء الله ما نهزو في المستوى، يبقاو بكوتيديان يعني لو بروغرام ديالنا باين دابا، عندنا واحد دو جور وفا سونتريني اون فوا باش يعني لا فواتور روبرون لو شومان، و ابارتي ان شاء الله التروازيام سيونس اون فا كومونسي بكوتيديان ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق في فوزي. شكرا، بارك الله فيك.